هو مش عارف ان هيروح لربنا، مش هيلاقي محمد بديع جنبه ولا خيرت الشاطر، هيتدفن في متر في متر. نجيب له ايه اكتر من 33 مليون في الشارع؟ ما بيشوفوش، ما بيشوفوش عمي، مش عارفين اللي حصل في البلد بسببهم. قعدوا يتكلموا عن مؤامرات، بيكلمني عن ايرادات في الخارج والداخل. هو اللي بعت لبريز وبعت لاوباما ويحتمي بالامريكان. هذا الرجل ما فيش راجل قاعد في الدنيا رئيس جمهورية يطلع دعمه يحس انصاره عليه الاب. هو عاوز يقتتل صباحا. كل دم حرام، كل دم في اثر الاثر حرام. وصعب على محمد مرسي عيط طلاب العجباتي غير ما يمشي محمد مرسي. ما فيش وطن شريف غير ما يخرج في ميادين. احنا لو اردنا نخرج الناس دلوقتي ما كناش على عرض نخرجهم زي ما محمد مرسي عمل. ايه اللي عمل ده؟ ايه الجنان ده؟ دي مؤسسه بقت صاحبت 7000 طن حضاره. حرام عليهم. ايه الجنان اللي شفناه ده؟ ايه الهبل والجنان ده؟ انا بقول لكل المصريين لو فيكوا راجل شريف بيحب هذا الوطن عليه اللي ينزل الشارع، ما يرجعش غير لما محمد مرسي يمشي. كنا بنقول لحد امبارح او من ساعات استاذ ايهاب عليه انه هو انا خايفه عليه انه هو استاذ ايهاب استاذ ايهاب ثواني بس عشان خاطري عليه انه هو انا خايفه بس عليه يدعو الانتخابات. هذا الرجل انتهى وجماعته انتهت. انا خايفه عليه. ومصر مقبره الارهاب والتطرف انتهت خلاص. اقسم بس عشان انت عندك القلب يا ايهاب. ما شفناش راجل منهم من قاداتهم يموت في الشارع يطلع هو اهدى. هتموت كده، هتموت كده. هيبقى في مواجهه مين؟ ما يستاهلش والله. هيبقى في مواجهه الجيش والشرطه والشعب. نجيب له اكتر من 33 مليون عشان خاطر اهدى اهدى. انا خايفه عليك والله. ده عنده الدستور وحرسه. اهدى بس اهدى. يوم ما عمل ايه على الدستور؟ حرام 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 حرام. طب خلاص خلاص ممكن تهدى عشان خاطري؟ 5 دقايق صمت. اهدى بس اهدى. اصل انا خايفه عليك. مش مستاهله الحكايه. حاجه ما يستاهلش. مش مستاهله. مش مستاهله. اهدى. طب خلاص. طب خلاص. خلاص. والله مصر ما يستاهل انك تروح فيه. طيب نطلع لفاصل. ايه اللي حصل في مصر؟ نطلع لفاصل. ايه اللي حصل في مصر؟ نطلع مجوري. اطلع لفاصل. اطلع لفاصل. ما يستاهلش تطلع تروح فيه. ايه اللي حصل في مصر؟ طب اهدى.